إنه ليسعدني أن أشرف معكم اليوم على افتتاح أعمالي الاجتماع 12 لمجموعة كبار الخبراء لدول الحوار 5+5 للبحث والابتكار والتعليم العالي الذي تتولى موريتانيا مع إيطاليا رئاسته الدورية المشتركة للفترة 2019-2022، وهي مناسبة أنتهزها لأعرب لكم عن الاهتمام البالغ الذي توليه الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني لهذا الإطار المشترك، والذي يوفر فضاء مناسبا وفعالا للتعاون بين بلداننا في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البحث والابتكار والتعليم العالي التي تعد اليوم دعائم أساسية للتنمية المستدامة ووسائل فعالة للتقارب بين الشعوب. أيها السادة والسيدات الخبراء، يأتي اجتماعكم هذا وهو الخامس من نوعه منذ تولي موريتانيا مع إيطاليا الرئاسة المشتركة لفضاء 5+5 كتتويج لثلاث سنوات من العمل الجاد والمتواصل رغم الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وما أملته من إجراءات احترازية أدت إلى عقد اجتماعاتكم عن بعد وفي ظروف غير تلك المعهودة. وبالرغم من كل ذلك فقد تمكنتم من تنظيم لقاءاتكم في آجالها وبالوتيرة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها ومن متابعة تنفيذ خطة العمل 2019-2021 على أكمل وجه. وعليه لا يسعني إلا أن أنوه كل التنويه بجهودكم الجبارة وأن أشكركم باسم موريتانيا على تحضير أعمال المؤتمر الوزاري الخامس الذي سينعقد غدا، وخاصة إعداد إعلان نواقشوط وخطة العمل 2022-2024. أيها السادة والسيدات الخبراء، اسمحوا لي قبل ختام هذه الكلمة أن أذمن أيضا اهتمام شركائنا في المفوضية الأوروبية واتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط بفضائنا المشترك، شاكرا لهم دعمهم المتواصل ومواكبتهم لأنشطتنا. وأعلن على بركة الله افتتاح أعمال اجتماع خبراء 5+5 حول البحث والابتكار والتعليم العالي، متمنيا لكم جميعا مقاما سعيدا بين ظهراننا ولأعمالكم التوفيق.